لنا تليفون. الو. الو. ايوه. مساء الخير. يا مساء الورد. ازي حضرتك؟ انا حلو جدا الحمد لله تمام زي الفل. دايما يا رب. ربنا يخليكي. اتعرف بيكي؟ ينفع ما اقولش؟ ممكن جدا. انا 28 سنه. مرتبطه؟ كنت متجوزه. عندك اولاد؟ عندي بنوته. ربنا يخليها لك. قعدتي قد ايه متجوزه؟ 4 سنين. جوزتي عن حب ولا جواز تقليدي؟ لا كنت متجوزه عن حب. طيب وايه اللي حصل؟ ايه اللي خلانا بعد 4 سنين؟ اللي حصل ان كنت بتضرب زي الاطفال وكنت مش بتعمل معامله ست وبخل بقى واهانه وقله ادب يعني تغطيت تغطيت عشان خاطر البنوته اللي كانت عندي وقلت استحمل بس انا تعبت يعني خلاص فاضطريت ان انا ابطل. انا بقالي طب كان ده باين من البدايه مثلا عليه وانتم مخطوبين او انتم بتحبوا بعض انه هيمد ايده ويضربك وكده؟ خالص. خالص. يعني هو بقى بعد ما تعب الحياه بقى ويعني الحمد لله هي بنوته واحده مش جايبه سته يعني. بس بقى ضربي بقى بدم بقى يعني مش ضرب اللي هو نغزه كده. ليه 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 وصل لكده؟ مش عارفه. وقعد في الاوضه لوحده كتير، انا في اوضه وهو في اوضه. مفيش حياه زوجيه ما بيننا. خالص غير كل فين وفين مع ان انا صغننه وهو صغير كمان هو 31 سنه. هل مثلا عنده عجز بشكل ما ولا مش عارفه؟ هو اساسا في حاجه حصلت له عرف واحده يعني. هو كان بيخوني كمان. هو كان بيخوني. انا بص يعني انفصالي ما جاش من حاجه واحده، انفصالي جه من كذا حاجه. من الضرب ومن البخل ومن الخيانه ومن عدم ان في ست في البيت اصلا. هو مش شايفني. هو اصلا مش شايفني كبني ادمه في البيت. طيب انت في حد تاني دخل حياتك؟ ما انا هقول لحضرتك اهو. انا انفصلت يوم 8/2 شهر 2 اللي فات، بقالي كده داخله سنه بالظبط او 10 شهور. بعديها اشتغلت وقدمت في شركه والحمد لله ربنا صلح حالي. لقيت شاب غلبان جدا وكويس قوي، ابن ناس جدا. طبعا اعجب بيا وكده. ودخل بيتنا واتخطبت يوم 17/9. جميل. بس بعد معاناه طبعا يعني. طبعا اهله مش موافقين والمشاكل. لا خالص. امال خالص. اهله رحبوا بيا جدا ورحبوا بالبنوته وهو اول انا اول جوازه لي بس لكن من عندي انا اصلا. ايه بقى المشاكل اللي عندك؟ ان طليقي بقى بعد ما انا اتخطبت هو بقى داخل بقى بيساومني على بنوتي، هي مش هتقعد معاكي. انا هخش الحبس لو هي لو باتت عندك ليله. انا مش انا عايزه ارجع لك. سيبي خطيبك، انا هعمل لك كل اللي انت عايزاه. انا هبقى كويس معاكي. انا 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 كل حاجه كل اللي انت عايزاه اعمله لك. طبعا انا خطيبي ده هو يعني مش متيسر قوي، مش لازمني الفلوس والله في كل حاجه. بس هو حد محترم جدا. وانت حباه؟ انا حباه. وشايفه ان انا مرتاحه معاه وشايفه ان هو هيريحني. بس دلوقتي انا بلعب كده في كفتين. انا هم بيخيروني بين حياتي. بصي طيب لو في حاله ان 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 يعني ان تروح البنت تروح لمين؟ تروح لوالدتك ولا لوالدته؟ في حالة ان بعديها بعد ما انا اتجوز البنت تروح لوالدتي. لوالدتك انت؟ طيب جميل خلاص ما هي في بيتكم برضو. بس انا صعبان علي يا استاذ اسامة، مش حابة ان انا من النوع اللي انا. طب ما هي البنت يا بنت الناس لما تروح لوالدتك ده معناها انها معاكي قانونا. بيقول ان البنت هتروح لوالدتك. مش قادرة اتربي انا بنوتي 3 سنين على فكرة. ايوة يا بنت الناس، ما هي برضو البنت عند والدتك وانتي عند والدتك. خلصنا. ما هي دي القضية، ده اللي نقدر نعمله يعني نقدر نظبطه عشان الحياة تستقر. وإلا هتنسي بقى الجوازة خالص والدنيا هتبوظ. طالما في ايدك ان البنت تبقى عند والدتك يعني البنت تفضل معاكي، يبقى انتي برضو ما خسرتيش. هي القصة هنا كلها ان انتي لو هتتجوزي تبقي ساكنة قريب من والدتك جدا، لأن البنت لو جاية باتت عندك ليلة، لو سخنت احتاجتي يعني، يبقى أنت برضو ماما موجودة في الحياة. أنت فاهماني؟ مفيش حاجة ببلاش. المشكلة أنا محتارة دلوقتي. أنا محتارة بين بنتي وبين الشخصية اللي عمالة ترسمني وتقولي أنا هعمل وهسوي، وبين الشخصية اللي أنا اللي هو كل ما يجي يكلمني أنا مش عارفة أديله حاجة، أنا مش عارفة أحبه، أنا خايفة،
انا على طول شاكه فيه، انا على طول مش بثق فيه، انا على طول. بصي لازم تحسمي مجذبة. لازم تحسمي امرك. باب اتقفل ما يتفتحش طالما انت اللي قفلتيه بارادتك. الباب التاني اللي بيتفتح ده يتفتح بكل شيء جميل فيه، علشان الحياة حلوة وهو مالوش ذنب انه يشيل شيلة مش شيلته. الشيلة دي مش معناها البنت، الشيلة دي معناها حزنك وتعبك وقلقك وخوفك. هو انسان كويس بس برضو من حقه يعيش حياة مستقرة، انت فاهماني؟ فلازم تحسمي امرك. وفي نفس الوقت قضية البنت دي محسومة، طالما عارفة انها هتكون عند والدتك وان الامور هتبقى في ايديكي، ده احسن بكتير ما تبقى البنت بعيدة عنك تماما وراحت لوالدها وراحت مثلا لوالدته هي المسؤولة عن تربيتها.